السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما قلت لكم في الفيديو السابق، فعندنا واحد لا موديفيكاسيون في البيكاره جديده فيلو دو غوت. كنت باغي نبدل فيه شي حوايج، باغي نبدل لي بيدالي ونبدل لاشين حتى هي ايزي واكلا عسى. قلبت مزيان على لي بيدالي وما قنعونيش، لقيت دي بيدالي زوينين ولكني لقيتهم شي بلايص بعاد عليا وخاصني نكومونديهم نتسنى لا ليفريزون. انا ممساليش على بعد مرات بحسب الخدمة والوقت، فمشيت غير بديكاتلون خديت هاد الام تي بي 500 ديال الروك رايدر، فهم زوينين حسن من هاد الاولين اللي كانوا فيها. هاد الاولين وخا هما راه صحاح تبارك الله زوينين، غير وحده فيهم كان في واحد المشكل ديال لو جو، طيح لنا ليبي، فقلت غادي بكراديوم بيضو ديال الحديد الومنيوم واعرين كما كتشوفوا معايا، غادي يخدموا فيه زوين. بالنسبه للاشين، لاشين اللي كانت راكبه فيها سرام، وانا خديت لها الكي ام سي 9 ديال لي سبيد اوريجينال، فيهم كوبي ورا باين الكوبي ولا على حسب الخدمه ديالهم باينين، حتى لومباراج ديالهم باين، هادو كيكونوا باهتين وهادو ناصحين. وتا الى لاحظتي غير من هاد البياسات اللي كيجمعوا لاشين، الفينيسيون ديالهم تبين ليكم بلي واش اوريجين ولا لا، ولا الاخرين كيكونوا بلا عاديين كيبانوا مفروشين. وتا الخدمه ديال لاشين راه قارنتو ما بين العاديه دايره شي 70 ولا 40 درهم دروبلي، وما بين هادو اللي كيوصلوا حتى ل 250 200 على حساب برا، راه رخاص ماشي بحال هنا. هادي هي لاشين اللي خديت لها، يعني شين مزيان على مارك مزيان. غادي نركبوا لي بيدالي هما الاولين، غنحتاجو غير لهاد السيروت هذا ولا السيبو. المهم انا عندي هاد السيروت، هو باش غادي نسيريهم غنحتاجو لهاد السيروت. ملي غنبغيو نخدمو لاشين فضروري كتحتاج هاد لي اوتيل، هذا هو الاوتيل باش كتعبر لاشين بلي راه صافي ماتت ولا باقا. دابا ندير لكم عليه شي فيديو الطريقة كيفاش كتخدم بهاد الاوتيل. هذا هو باش كتحل السنسلة ملي كتبغي تحلها وملي كتبغي تصيريها، هو هذا ملي كتبغي طرق داك الفيلي اللي كيكون معاه مع داك ديال لاشين، وهذا هو باش كتحل لاشين الا بغيتي تنقص منها، هو هذا. خديت هاد النيتوايو ار ان 1 في ديغريب و ديغريسور و ليبريفيون باش نقيو بيه و ليبريفيو بيه و كلشي. خديت هاد الزيت ديال لاشين ليبريفيون تشين فيل، هدا كيخدم لو طون سيك على ما اظن في هاد الوقت ديال الشمس و الحرارة. اوريجينال فيجيتال بحال قلتي بحال المينيرال طبيعي، ما لقيتش الاخر اللي فيهم داك التيفلون ولا ما عرفت. هادي شوم كنت خديتهم من واحد السيد اللي بريفيون شينوا، جي من الشينوا تا هو ديال لاشين. خديت واحد ليغو نبقى نسوق بهم الفيلو، هادشي كلو لي خديت. هاد ليبريفيون و هاد ليغو خديتهم بواحد التمن زوين، واحد السيد جيبهم من كان كومونديهم من برا و خلاهم ليا بتمن زوين. شو لقيت واعر كونفور، ما فيه رطبين ما هنا وما هنا، فيهم من كيتنفسوا زوينين في البيكاره. الدنيا كتبان شويه مرونه وداكشي ولي زوتيل ولي غريس شيشات. المهم راه اليوم غندير واحد لونتروشيان البيكاره، حيت غنبدل لها لاشين و هذا ولي بيدالي
وغادي نغسلو الكاسات وغنقيو ونديرو ليبريفيكاسيون باش مندخلش بهاد الفيرو. خديت واحد لي لينات، يمكن هاديك لا مارك رايدر ريس ومعقلتش، مهم زوينين فيهم الكولور بالكحل وبالحمر بحال الكولور ديال الفي تي تي ديالي الروك رايدر. المهم هادو تاهما بتمن مزيان، عشقتهم غير على قبل هاد الكولور، فيهم الحمر والكحل بحال الروك دي الروك رايدر 500 في اس اللي عندي، البيكرا اللي عندي. خديت هاد العيبات نكتبها في شيمانو اكس تي ار، هادو كديرهم في البلاصة اللي كتكون فيها السنسلة، غنوريكم فين هادو كيدارو هنا في هاد البلاصة بس السنسلة ما تبقاش تلوح شي لعيبات ولا تضرب هنا كتوشي بعد ما كتكون هابط في الخفيف. بالنسبة للبيكارات اللي فيهم ثلاثة ديال لي بلاطو، هذا فيه غير جوج، كدير هنا كتكاشي بيه هنا والبلاصة كتبقى نقية باش ما تشوش موال. كل باكلي كيكونوا فيه جوج، غنديرهم في الروك رايدر وغنديرهم حتى في هاد الفيلت. وحدة عطاها لي السيد فاضل، هاهي بقى مسدودة. وخديت واحد الشيشات هادي بتلاتة دراهم وهادي بجوج دراهم باش ندير نيتواياج لاشين والكاسيط، كاين الفريك تيرجعو جديد ضروري هادشي كيبغي نيتواياج. بالنسبة للفيلو باش نيتواي الدرايور، نيتواي البلاطو، نيتواي الكاسيط ضروري، كدير لي برودوي اللي عندك ولا اوني. المهم اغلبية حنا كنغسلوها باوني وداكشي، نيتواي بيهم الفيلو مزيان باش ميكون عندك لا وسخ لا والو، يبقى داكشي ديما بروبر ديما نقي ديما زوين. في هادو هما المقتنيات الجديدة اللي خديت مخلطة يعني لي برودوي و اكسسوار البيكالا جديدة و اكسسوار يمكن يخدم بيه مع البيكالات بجوج. المهم فغادي اليوم ان شاء الله غادي نبدلو البيدالي و غادي نبدلو لاشين السنسلة، غادي نيتويو الكاسيط و داكشي و غادي نديرو نيتواياج الكاسيط و نديرو ليبريفيكاسيون لاشين و نريكلو المسائل كاملة. فبالنسبة لي بيدالي اللي كنبغيو نركبهم راه فيها وحدة ال وحدة رايت، وحدة ال وحدة ار يعني الليفت و الرايت اليمين و اليسار، فخصنا نحداهم مع كل وحدة في كتركب و الفيلطاج كيفاش كيدور، فهمتي كيفاش كيخدم. فمتبداش من الاول بالزيار الا مكنتيش باغي تحكر في انك تعرف البلاصة بالضبط و تركبها و هادي و هادي، فراه كلشي ديالنا هما هنا في هاد الكتيب ديال التعليمات. كلشي دايرينو هنا، شو الليفت هي اللي من ليه من جهة اليسر و الرايت هي اللي جهة البلاطو، كيبقى غير الفيلطاج كيفاش تركبيه هو اللي خصك تشوف مزيان و تعرف كيفاش كيدور الفيلطاج و صافي، باش مدير شي غلط ولا شي حاجة و تفاري البلاصة فين كيركب هاد بيداري. كيما قلنا هنا الار هو اللي من هنا من جهة البلاطة، فإذا هادي هي الار، هاهي عندي مكتوبة هنا ار، كاينة هنا مكتوبة ار، غتركب من هاد الجهة هادي. الدجاج راه صابح باغي يبيض، أنا ساكن في العربية و راه الدجاج فرع عليا راسي، راه توا غيتخشى معايا في الفيديو، ما علينا. فهاد الفيلطاج هذا اللي هو 9/16 14.2 مليمتر، هذا ستوندار متعارف عليه عالميا الديامتر ديالو. ملي تبغي تركبها ضروري دير واحد شويه لاكريس، هنا كاين واحد لاكريس سبيسيال ديال هادشي ديال لي زي كرو داكشي ملي كتبغي تركبهم، ولكن يعني ما عنديش هذيك لاكريس، عندي واحد لاكريس اخرى سبيسيال. كتحتاج السيرو ديال 18 20، يعني الزيار يكون ما بين 18 و20 نانومتر بسيرو ديال 15، ويمكن لك ديرو تب 6 مليمتر السيرو ديال كلي كليالين سيبو ديال 6 مليمتر.
و هاد السيروت اللي قلت لكم انا عندي ديال 6 مليمتر ولا غنزيرو به ولا غنخدمو به، فضروري دان هاد البلاصه شويه بلا غريس باش ملي النار تبغي تحيدها ولا شي حاجه ما تلصقش مره، ما تبقاش بغيت تحيد. انا عندي غير هاد لاكريس هي اللي ديسپونيبل، غندير منها شويه ما غاديش نكثر منها، وغادي نصيري البيدالي الرايت غنديرو ديال اليمين غنبداو ديال اليمين هي الاولى كما كتشوفوا معايا، راه درنا شويه ديال لاكريس ما كثرناش شويه. دابا حطينا البيدالي غادا ندورو في الاتجاهات، اتجاه ديال بحال باغي تبيضر، غادي نديرو الكليمن هنا من هاد الشيه، غادي ندورو بيه لداخل هاهو كيدور، نوصلوه لبلاصتو، مغاديش نصير انا دابا. شو البيدالي ركبات نفس الطريقة غنديروها مع هادي ديال اليسر، تاهي غندير ليها شوية لاكريس، غنكتروش ليها باش النار تبغي تفكها ولا تبدلها مكتلقاهاش عاصية كتحل بسهولة. هنا غادي ندورو بحال هكدا، شو انا درت السيروت و كندور فيها من الداخل، و الزيار حديو معاه ما تزايروش بزاف، من الاحسن يكون الواحد عنده ديك الكلي ديال دينامو ميتريك، كل ريغلاج كتعطي واحد العبار ديرو ديال الزيار و كتزير باش ما تطراش شي مشكل. و ها لي بيدالي يركبو، شو تبارك الله زوينين غيجيو معاه، هادشي اللي كاين دابا فهاد لي بيدالي صافي راه ركبناهم. بالنسبة للنصيريم مغاديش نصيريم دابا، دابا غادي ننتقلو لشونجمون ديال لاشين، غادي نقلبو على البلاصة اللي فيها داك بياسة اللي جا مع لاشين، ديغيف تشين ماشي ديغيف تشين لا، هاي شو ياد هاد السلسلة من لامارك إسرام سرام. فأول حاجة كدويت عليها هو هاد البياسة كيفاش كتخدم، هادي كيفاش غنعبرو نوزيريو بلي راه لاشين باقا خدامة ولا لا. فهاد لوتيل هدا كنطيحو في السلسلة بهاد الطريقة هادي، وكيدخل في السلسلة كاين 75 وكاين 100 وكاين هنا 50 وكاين أوكي. فدابا ملي كنديرو لاشين بحال هكا كنركبو في لاشين بحال هكا و كنهبطو هنا و كيكون باقي واصل هنا هاد العبارة، هدا فهو راه بحال هكا مكيبغيش يدخل، يعني راه السنسلة اوكي كيكون في هاد العبارة. هدا انا غنحاول نزومي ليكم باش تشوفو مزيان، شو كيكون بحال هكدا يعني راه اوكي، من بعد ملي كيهبط 50% يعني راه النص، يعني السنسلة راه بدات كتكير شوية، و كاين هاد 75% من هاد الجهة لخرى كتعبر بها تاني، إلا كان في 75% فصافي خصك تبدل لاشين، خصك تفكر تبدلها صافي، خصك تاخد وحدة و تركبها. أما إلا هبط هدا كامل وصلت لهاد 100% هاهي شو صافي السنسلة راه ماتت، غتخرجلك على البلاطو، تخرجلك على تخرجك على البلاطو وتخرجك على هذا على حتى الكاسيط حتى هو تخرجك عليه كنقولو حنا لوريب. فصافي خصك تبدلها، فهاد السنسلة اصلا ميتة خصها تبدل، جات في الفيرو معاهم من برا خصها تبدل. وباش نبدلوها كيما قلت لكم هاد لا بيس هادي اللي هنا اللي جا مع السنسلة هي اللي خصنا نحلوها، كنديرو بحال هكدا كنديرو الطق شو صافي، و كيتحل هاد الفيليل هدا
شو لاشين لاشين تحليت هاي يبدأ تطيح على راسها. هذا راه ما تلوحوش، تخليوه ديبانو بيه. ممكن شي مرات تكونوا غاديين في الطريق ولا شي حاجه يتلاح لكم السنسله يتخسر هذاك، تخدموا بهذا. هذا راه باقي خدام، اللي كيموت السنسله هو داك الوسط ديالها. وما هاد العيبات هادو اللي كاين هنا الوسط هما اللي كيموتوا كيوسعوا كيديروا اتساع بيناتهم، صافي كيولي داكشي كيطرطاق كيدير المشاكل. اما هذا خزنوه، تستعملوه استعملوه. فهادي هي لاشي، من بعد ما حيدناها شحال من واحد يشوفها جديده يقولك باقا خدامه وهادي وهادي. لا وسعت هادي صافي، مشات تخرج لك على الكاسيت، تخرج لك على مشكل. حتى دابا كاين واحد لينورم هو انك ملي تبدل السنسله كتبدل حتى الكاسيت. هاد الكاسيت بالي مازال باقي نقي، مشكل ما لقيتش شي واحد اوريجينال شي بلاصه اللي كدوي معاه، كيكون يبيع غير واحد مستعمل قديم. يعني تبدل واحد قديم بواحد ها هو تا هو كيبان لك باقي صالح وقديم مستعمل بلاش. كنت باغي ناخد جديد، نبدل جديد تاني، نركب واحد 9 ديال لي فيتاس جديد اوريجينال، اما سرام ولا شيمانو، ولكن ما لقيتش في الجديد. الجديد كتمشي كيقول لك ها دوريجين، كتمشي عند دروغلي ولا عند هادوك كتلقى غير بياس مدرح، كاين شي حاجه دوريجين. واش كاين شي كاسيت دير 100 درهم ديال 9 ديال لي فيتاس؟ ما كاينش الثمانين. هذاك كوبي ديال الشيمانو ولا سرام، ما كاينش اوريجينال بهذاك الثمانين. فاضطريت انني نخلي هاد الكاسيط هذا ونشوف دابا ملي غنركب لاشين واش غيخدم مزيان ولا غيطرطق ليا ولا لا. المهم غادي نركب لاشين وغنجرب، ما طرطقش راه باقي خدام مزيان. طرطق ليا راه غادي نبدا نقلب على كاسيط تاني، خصني ضروري نقلب على كاسيط. بما اننا حلينا لاشين فضروري تنصل هاد لي روليط هادو اللي فيهم بحال الرويدات كيدورو فيهم السنسلف هادو، نقيهم وكريسي دوك البلايص اللي خصهم تكريسا ونقيهم من الوسخ. حتى هما راه كونسومابل كيتبدلو، فانا حليتهم، حليت هادي ونحل هادي تاهي، غنيطويهم عاد نرجعهم. كما كتشوفو انا نقيت هاد لي بيس، هاهما كتكون وحدة من هنا وحدة من هنا وهادي كتكون وسط منهم بحال رولمون صغيرة كتكون الوسط، وهادو كيركبو هنا شو باش تبقى الدور. ديرو لها شويت لا كريس وصافي. حليت الرويدة غير ديال اللور باش نقي الكاسيط، غادي نغسلو مزيان نقيه. حليت لي زيتري تي ار بي دول لي فران اللور قدام، حليتو غير ما صورتوش ليكم. حليت دابا ديال اللور، اللور لقيت فيه بلاكيط بهاد اللون، قدام كان في واحد بلاكيط بلون احمر بحال هاد اللون اللي كان في بيكار. هادو هما لي بلاكيط، كنظن انهم موجودين واقيلا شي مصوبين بعدا من لا ريزين، كيبان فيهم النحاس وداك الخليط على ريزين. شو هذا اوريجينال تي ار بي، يمكن واقيلا راه كاين شي حاجه شيمانو كتخدم ليهم، كيبانوا ليا في الديكاتلون حتى هما فيهم لا ريزين بحال هاد الشكل بالاحمر كاين في الديكاتلون. خصني نشوفهم باش نبدل ديال القدام باليميتين شويه. هادو ديال اللور باقا مزيانين، هو لي زيتري ديال الفرين. شوف نقيتو من الداخل، هادو هما لي بيستون، ها بيستون هنا بيستون هنا ديال الزيت، فيها جوج ديال لي بيستون. واخا ميكانيك ولكن كيتحسب هاد الفران بحال قلتو هيدرو ميكانيك، هيدروليك في نفس الوقت ميكانيك. نقيتهم وغادي نعاود نركبهم في بلاصتهم، نصورهم بعدا باش نقل على لا ريفيرونس باش شي مره لقيتهم ناخذهم. خليهم عندي احتياط. نقينا الكاسيط، موريتكم كيفاش نقينا، ولكن نقيته عادي غير بهاد الشويته
اوني والماء حكيتو مزيان. شو حطينا مزيان ودرقنا الديسك، درت ليه ميكا من هنا باش ما يتوشيش الزيت وداك الادريس، لا توشي هذاك الشيء ما غاديش يبقى يفراني مزيان، ضروري تدربو هادي تنيطويو الكاسيط. هاهو رجع كي شحال دابا باش نركبو السنسلة جديدة حيدنا القديمة، خاصني نحسبو شحال من المايو كاين، وهاد السنسلة الجديدة الكريم سي نقطعو قدها، نقصوها على قد هادي، هادي اللي كانت راكبة فيها كانت راكبة مزيان، كاين لا مشاكل لا والو. إذا غنقطعوها على حساب هاد السنسلة هادي، كاينة طريق، كاين بزاف طرق باش تعرف كيفاش تعرف العبار ديال السنسلة واش هو هادوك ولا لا، ولكن أنا غادي نقطعها غير على هاد السنسلة اللي ديجا كانت فيها. فغادي نحسبو عدد لي مايو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وغادي هاك غتحسب كلشي اون طوطال ودير بحالها، تصاوب وحدة بحالها، تقطع وحدة في هادي، تنقص من داكشي اللي غيتنقص ودير وحدة قد هاد العبارة هادي قدها صافي، وهي اللي غنركبوها في الفيلو. فأنا دابا غادي نحسبها وغادي ننقصها، كتنقص بهاد الوتيل هذا، ديجا كدير عليه واحد الفيديو كيفاش كتنقص السنسلة بهاد الوتيل هذا. من بعد ما حسبت عدد ديال لي مايو لقيت 109 اون طوطال، يعني كنحسبو هادي واحد وهادي جوج، هادي الوسطى ثلاثة وهادي ربعة خمسة ستة وغادا واحد شاد في واحد، لقيت 109. فدابا غادي نحل لاشين كايم سي وغنقطع فيها 109 بهاد الوتيل، وراه مع هداك الوتيل هنا داك البياسة ديال باش كتجمعها، هاهي هنا واحد كيكون هنا واحد كيكون هنا. فتحناها شوفوا لاشين كيفاش دايره، لوغو كي ام سي وحدها مكتوبه اكس 9 مع هاد جوج ديال لي بياس كيجيو هنا في الجنب. هما باش كتربط السنسله ما تبغي تجمعها، هما هاد شوف لا فينيسيون ديالهم كي دايره. الا مشيتي عند دروكلي خدي شي كي ام سي لا علاقه العيانه كوبي ما غتلقاش هاد الفيليلات هاد لا فينيسيون، وتا السنسلة باينة ما تلقاش فهاد لافينيسيون بحال هكا بهاد الطريقة. شو راه باينة اوريجينال، غادي نقصو غنديرو فيها 109. هادي هي 109، حطينا السنسلة فهاد لومبلاسمون وركنا على الفيس باش يتلاح، هذا اللي مصير السنسلة ملاقيها. هاهو شو زيدو تخرجوه تيتلاح صافي، هاهو تلاح شو هاهو، هادو تا هو خصنو تحتاجوه، راه اوريجينال ديالها اللي كيخرج معاه نهار تبغى ترقعو بيه شي بلاصة ولا شي حاجة صافي، كنعاودو نرجعو مارش أريير. شو هدا راه ديال البيت وين من ديكاطلو، كلشي موجود ميتريال خاصها لي يخدم، هاهي تنصلات شو هاهي تنصلات، هدا شاط عندنا خليو ترقعو بيه، ولا شي نهار تقطع شي وحدة ولا تهرس شي حاجة تقدرو ديبانيو في هاد المورسو. وهاد الكوبي ديالو تا هو خزنو شو، من بعد ما ركبنا لاشين قطعناها على 109 ديال لي مايو وركبناها، دوزناها في الدرايور بلاطو نقيناه، ركبنا الشونجمون كريسينا هاد لي كالي ونقيناهم تا هما باش يكون الدوران ديال كلشي سالس كلشي مزيان. قال لنا حاجه وحده دابا هي هاد لا بيس هادي اللي غنسدو بها السنسله، شو
هي كتبان محلولة. ركبناها دابا، الدور الوحيد اللي بقى هو هاد الوتيل هذا اللي غادي ندخلو هاد البانس هنا ونوركو بحال هكا باش يتسدو مع بعضياتهم. اللي ما عندوش هذا راه كيديروا طريقه اخرى، انهم كيبلوكيو الرويده كيوركو على البيدار صافي وكيتجبدوا السناس، ولكني انا عندي هاد الوتيل هذا فغادي نخدم به. فهذا هو الوتيل، حتى هو ديكاتلون، كاينين ماركات اخرين، انا كنقلب على ديما اقرب حاجه ليا. مهم كندخلوا هاد البنس هنا ما بين هاد الجوج هادو هنا، هاد السنان فين كاينه هاد البياسه، خاصنا نجبدو باش يتسدو دوك العيبات. غنديرو باق شو هما تسدو شو. هانتوما انا نوريكم مزيان، هي هادي البياسه هما تسدو صافي، راموا على بعضياتهم تيلوكاو من جوج جويه. شو هما ولاو عاديين بحالهم بحال السنسله. نشوفو دابا واش كاين شي مشكل شي حاجه. تبارك الله يا لاشين كدور مزيان. شو خاصها غير لي بريفيكاسيون. شو ها لي قالي قريسيناهم كلشي هو هداك، كاسيت نقيناه، كنت باغي نبدلو تا هو ولكني ما لقيتش واحد دوريجين، ما لقيتش واحد لي نشري من عندو كونفيونس، لقيت غير المستعمل والجديد كاينه في ستوندار داكشي ديال كوبي والشين، وما كاينش شي حاجه اللي مليحه. صافي خليت الكاسيط هذا. اللي بقى لينا دابا هو لا ليبريفيكاسيون، اننا نزيتو السنسله صافي، والبيكالا موجوده للخروج. حرت ما عرفتي انا زيت غادي نخدم واش هذا ديال الشين ولا خديت من داك السيد. وانا نخدم هذا ديال ديكاتلون 39 درهم، فيجيتال بلانت باسد على قلتي عادي هذا. المهم السيت كتبان فيه توت لي طون سيك، يعني ديال الجو الحار بحال الصيف بحال هاد الوقت هذا. كاين وحدين اخرين ديال توت لي طون، وكاين الزيت ديال غير ديال الوقت اللي كيكون ايميد ديال الشتا والبرد والغيث. كل زيت كيفاش داير، احنا غادي نجرب هذا، غنبدا بهذا هو الاول نجربو. هذا الديكاتلون نخليه من بعد ونجربو، تنعاود نجربو في الروك رايدر. نحلو هاد اللعيبه نحيدوها، عاد نركبو هادي حتى هي راه مسدوده، نحيدو لي هادي صافي. كتبقى تزيت غير من هاد البلاصه هادي، وملي تسالي ديما سدو هادي بحال هكا باش يبقى ديما مسدود. بالنسبة لليبريفيكاسيون كما قلنا، ف غادي تحل القرعة من هداك لومبلاسمون اللي قلنا، وتبايدر في داك لو سونس ديال الخاوي، وتبقى يعني كل هاد العيبة هاد البياسة هنا اللي دايرة بحال الرولمو هنا، دير فيها نقيطة 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 بالخاطر، مدياش بزاف، دير نقيطة 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 حيت هادو هما اللي كيدورو. هادو دير فيهم نقيطة 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 نقيطة، تبقى غادي معاهم هاد لعيبات اللي بحال الرول مو هنايا، غادي معاهم نقطة 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 تشد كريسة على خاطرة. من بعد ملي يدوز في هذاك الزيت مزيان ويطلقوا هاد البياسات اللي كاينين تما بحال الرول مو، دوز واحد الشيفون خفيف بحال غتمسح هذاك الزيت باش ما يبقاش كتير بزاف. انا غنوريكم الطريقة. هذا جاري بزاف هاد الزيت هذا، شو غديرو بحال هكا، ديرو نقيطة 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 نقيطة. شو بحال كتكريسيو هاد اللعيبات اللي بحال لي رول، ماشي كلشي حيت اصلا السنسلة الدور ديالها كامل كاينة في هادوك البياسات. شو حنا وصلنا هنا، نعلمو بهاديك البلاصة هنا كاع، احسن حاجة هي تبدا من هنا باش تجيب الدورة توصل ديك البلاصة صافي، تعرف راسك خصك تحبس الزيت، خصكم تحدو معاه ميتوشيش بلاكيط ولا يتوشي الديسك ديال الفران ولا شي حاجة.
شو انا وصلت لعيد هادي صافي اذا كلشي تقريسا كاين لا طرطيق لا والو تنديرو التيست خصنا نركبو عليها باش نفورسي ونشوفو واش غطرطق ولا لا واش لاشين تقدر تعطيها سينس لا هنا خصنا نريقل شويه كاين واحد شوية من بعد ما كنت بدلت لاشين بدلت لي بيدالي درنا لوتروتيان للفيلو كاملة اصلا ديك لاشين كان خصها تبدل حيت كانت واسعه قلت مورا ما يا ربما يقدر يتحيدك مشكل الترطيق اللي كان في اللي كان بيدالي بجد في الفيتشاس الاخرى ديال 12 سنه تي الاخر تقيل فهداك التقيل الاخر كان كيطرطق من بعد اكتشفت بان هادشي كامل في هاد الكاسيط في هاد الوري مزيان الا هذا هذا اللي فيه 12 سنه هاد البينيو هذا فيه شي مشكل يعني خصك تقلب على شي واحد بحال هذا دبر عليه شي بلاصه يكون هو شي مانو ويكون يركب هنا مزيان فهمتي يكون كومباتيبل تقدر تبدلو طيلي في الجوطيه ولا عند شي معلم ولا شي واحد بدل شي كاسيه تقدر دابا يبيع لك هذا تشري هذا يتحل المشكل فما لقيتش مشيت بغيت ناخذ جديد ما لقيتش لقيت غير القديم لقيت غير اللي ماشي اوريجينال وانا ما كنتش باغي نركب شي حاجه ماشي اوريجينال فهذا كما شتو هو شيمانو اش جي عندو 36 سنة هنا وهذا فيه 12 مشيت طلعت القريعة لقيت هدا تاهو بون اوكازيون باقي خدام ملي ركبتو مبقاش عندي الترطيق هو فيه 11 سنة ناقص بسنة على داك الاول الاخر كان فيه 12 وهنا كاين 36 شيمانو اش جي هالموديل سي اس اش جي 201 تسعود ديال الفيتاس الاخر كان شيمانو اش جي 300 يعني هذا كان موديل احسن من هذا اللي راكب دابا ولكن دابا مابقاش عندي الترطيق صافي المشكل تفك كلشي مزيان كلشي ناضي كما كتشوفوا معايا فما درتش هذا الفيديو ديال الكاسيط حيت كان مابقاش ليا الوقت بقيت كنجري باش نقلب على كاسيط ونركبو هادي شي يومين وانا كنقلب تطلعت للكازا لقيت هذا في القديم في واحد الحانوت في تريسيا ولقيت جديد ولكني بعيد في تميرة وفي هادي وما مساليش باش نطلع ناخذهم ولا المهم خديت هذا اللي كيحل الكاسيط كيركب هاد الطريقة خديت هاد البلوكاج لاشين هذا دابا نشعل لاشين مرة ندير لكم نمشي فيه هاد لوتي تا هو راه معروف كي بلوكي لاشين ملي كتبغي تحلو كتبغي تحل الكاسيط كدير هذا بحال بلوكاج كتشد بيه في الجهة اللي كيكون كيدور خاوي وكتدور بالسيروت كيتحل هذا ملي كتحل هاد لابيس هادي صافي كيتحل الكاسيط كامل كيولي عندك الحق انك تخرجو وكنت خديت هذا تا هو كنحتاجو حيت هاد السيستم اللي عندي في بيكالا هادي وفي الروك رايدر كيتحلو بهذوك كيخصك هاد الكليب بلا باش تحل هذاك الفيس كونتر ايكرو ملي كتبغي تقاد لي رول مول بي وداك الشيء خصك هذا ضروري باش تريقل لو جو ديالك والمسائل خديتو حتى هو هادو هما اللي كانوا ناقصني باش نبقى نحل البواشي اللور حكا دابا ديال الكاسيط ولا العيبات هادو هما اللي كانوا ناقصين صافي وكدير مع سيروت 17 وكتخدم بهذا 17 وهذا صافي كيحلو لك اي حاجه في داك في اللاكس ديال الرويدا اللور ولا القدام وطريقل لو جو ديالك صافي دابا مابقاش عندي هذا المشكل ان شاء الله هاد السيمانه نقدروا نديروا شي فيديو ديال شي خارجه وغادي نديروا لا فيتيس ماكسيمال ديال هاد البيكالا شحال تقدر تحط حيت ماكنتش كنحفظ بيها كيبقى يطرطق كان المشكل كاين في هاد البينو هذا هاد الصغير هذا دابا راه مابقاش المشكل المشكله تامل اللي خديت هذا خديت غير بونوكازيون باقي نقي خدام عاد لقيت جديد لقيت خو هذا
في الجديد 300 درهم بحال هكا، لقيتو جديد وممكن ناخدو حيت هادشي ولا مقطوع قليل، ممكن ان شاء الله ناخدو ندوموندي عليه يجي ونبقى خدام هذا حتى نهار يموت بقى اخر كاين. حيت البيكالو كنظن انني ما غاديش نبدل دابا، يعني غضروا معايا فيها بيز زوين وفيها فيها فرينات مزيانين، درت فيها شويه موديفيكاسيون هذا ما كاين. فما صورتش لكم كيفاش بدل الكاسيط وهذه، ولكن شي مره ان شاء الله غنوريكم كيفاش كنبدل الكاسيط. الكاسيط هو هذا اللي كنقول احنا لوريب، كيفاش كنحل دوك لي رولمو كنجبد البي وكنيطوي ونغريسي لي رولمو، داكشي كامل غنوري لكم ان شاء الله. مازال باقي ان شاء الله معنا شي نهار غنبغي نبدل لي بلاكيت ديال الفران، ملي ناخذهم ان شاء الله نوريكم كيفاش كيتبدلوا ونضمونديو على داك الكيت ديال البيرش باش بيرجيو الفران الزيت. بزاف الحوايج مازال جايين ان شاء الله، ما تنساوش تشتركوا في القناة وبارطاجيو ولي كومنت واللايك باش نزيدو القدام. جود باي.